صباح الخير. يا صباح النور، صباح الحب. هو سعد فين؟ ما جاش. طب هو قافل موبايله ليه؟ يعني شويه كده لغايه ما يروق. هو انت بتشوفه؟ هو متضايق شويه بس هيبقى كويس ان شاء الله. هو انت يعني مش بتتصلي غير بسعد؟ لا ليه؟ عادي يعني. طب معلش، بس كنت عايز اقرا لك حاجه. طب وليه تقرا لي؟ ما انت ممكن تقول لي اسم كتاب وانا اقراه. لا ده كتابي، روايتي انا. ايه ده بجد؟ مبروك. طب ابقى اديني نسخة بقى. ما فيش نسخ، ما اتنشرتش وغالبا مش تتنشر. ليه؟ مش مهم، المهم انك تقريها. طبعا، وانا عندي فضول. هي دي اعظم حاجة. ماشي، بس انا بجد قلقانة على سعد قوي. تافهون احزانهم تفهت وشبههم. هيبقى كويس. بجد يا سعيد لو بتشوفه او بتكلمه طمني عليه بليز. انا يا حاضر. هو انت اصلا معاك رقمي؟ لا. طب هات موبايلك. ابقى كلمني نظبط ميعاد وننزل نقرا. اكيد. وانت اول ما تطمن عليه تكلمني تطمني على طول. ماشي؟ ماشي. ماشي، باي. كانش ليه لازم الكلمه بتاعت التليفون احزانهم تفاهه دي؟ عيب. انا حر اتكلم براحتي وانا المسؤول عن كلامي. ذوق قوي. معلش، اسف اني جرحت مشاعرك التافه. الو. مساء الخير يا فندم. استاذ مسعد، معاك حمدي جاب الله مسؤول الناشر في دار الغروب. تحت امر حضرتك. اقوم. كنا عايزين نقعد مع حضرتك علشان روايتك جميع الالعاب للتسليه. روايتي؟ ايوه. مش حضرتك الاستاذ مسعد وعندك روايه اسمها جميع الالعاب للتسليه؟ ايوه مظبوط. طب ايه حضرتك نقدر نعمل ميتنج امتى؟ اي يوم بعد الساعه 2. ايوه يا فندم، يعني يا ريت تقول لنا يوم محدد. مش يعني الاربع الساعه 2. في انتظار حضرتك يا فندم، والدار متشرفه بالتعامل مع حضرتك. شكرا. هو في ايه يا سعيد؟ نعم. هو ازاي اكبر دار نشر بتتصل بيه عشان تنشر الروايه بتاعتي اللي محدش عارف اسمها غيري؟ رزقك. رزق ايه؟ مش عرفهم. انا اسف يا سيدي اني قلت عليك مشاعرك تافهه. اسف اني قلت على سعد انه احزانه تافهه. حقك عليا. تمام يا نجيب بيه، هندخل الرواية لجنة ونقابل الأستاذ مسعد وخير بإذن الله. لجنة إيه يا أستاذ حمدي؟ دي رواية رهيبة، ده أنا ما قدرتش أمسك دموعي طول الليل. أيوة يا فندم، ما هو في معايير فنية لازم تتوفر في الرواية يعني. كله متوفر، في ضحك ودموع وخوف، كله. واضح إن حضرتك بتحب أوي تقرا الروايات. أول مرة أقرا رواية في حياتي. أول مرة؟ أيوة. طيب يعني ان شاء الله هبلغ حضرتك بقرار اللجنه. طريف، اتفضل يا فندم. اللي بتعملوه ده يا نجيب بيه؟ ما من ايه؟ مش فاهم. الادب والفن ما فيهمش رشوه يا نجيب بيه، ما فيهمش واسطه، ما فيهمش الكلام ده. رشوه ايه؟ واسطه ايه؟ هو حضرتك فتحت الظرف عشان تعرف في ايه الاول؟ مش في لجنة وميتنج روم ووقت غالي لرسم محترمة هتقرا عمل أدبي رفيع؟ ما أنا فهمت يا فندم، يعني معلش أنا أصلي يعني تخيلت إن الظرف فيه ورقة ب200 مفرودة بالطول، فدمي فار يعني، لكن الشيك فهمني قصد حضرتك. حصل خير. يا ريت كوباية مية ساقعة لو سمحت يا أستاذ طريف. حاضر يا فندم. بس يا فندم برضه يعني اللجنة هتقرا وهنطلب يعني تعديل بعض الحاجات البسيطة يعني. طبعا لازم اللجنة تقرا.
بس في الاخر هتتنشر. تتنشر يا فندم؟ ده انا حاسس انها روايه مهمه جدا يعني. ويا ريت يا استاذ حمدي باسرع وقت ممكن. بسرعه بسرعه. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.